بسم الله الرحمن الرحيم. نداء من أعماق القلب إلى الجيش التونسي بعد إعلان ما يسمى بحكومة وحدة وطنية. إلى الجنرال الشهم رشيد عمار قائد أركان الجيش التونسي، إلى جنرالات الجيش التونسي وضباطه الشجعان، إلى الجيش التونسي بكل تشكيلاته، إلى من كان لهم الدور المركزي في نجاح هذه الانتفاضة المباركة التي أزالت رأس الديكتاتورية ولا زالت تلاحق أزلامه، إلى من لم يرضى لأهله وشعبه الإبادة فأزال رأس الطغيان، تحية صادقة من أعماق القلب نسوقها إليكم، تحية من الأمهات الفكالة التي أقسمن على ألا يقبلن العزاء في أبنائهن حتى يقتصن ممن حرق أكبادهم، تحية من شعب ثائر أراد الحياة، تحية من مظلومين قابعين في سجون الظالمين، تحية ممن هجروا وشردوا من بلادهم قسرا، تحية من أمة قادها حكامها العملاء إلى الهزيمة والعار، تحية من ضباط مخلصين في بلاد إسلامية أخرى اتخذوكم قدوة وأسوة في إزالة الطغاة المجرمين. أيها الضباط المخلصون، إنه لا يخفى عليكم أن ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني المعلن عنها من طرف محمد الغنوشي هي امتداد للوضع القديم، فمعظم وزراؤها من الحزب الحاكم الذي لا يضم في صفوفه إلا المجرمين والفاسدين والانتهازيين، إذ كيف يمكن أن يستمر رجل نزيه نظيف صالح في حزب أسكمت رائحة فساده واستبداده أنوف الشعب لعشرات السنين، بل إن أهم الوزارات السيادية قد عينت سلفا من المجرم بن علي كالوزير الأول محمد الغنوشي ووزير الداخلية أحمد فريعة، بل إن الوزير الأول لا يجد غضاضة في أن يعلن على الملأ أنه لا يزال على اتصال ببن علي الرئيس المخلوع، ربما قد استشاره وأخذ رأيه فيما تبقى من الوزراء المعينين. أيها الضباط المخلصون، إننا ندرك كما أنكم تدركون أن الأيادي الغربية وبالذات الفرنسية هي التي تضغط دون إحداث تغيير يزعزع نفوذها، فلم تجد لتحقيق ذلك إلا أزلام الحزب الحاكم الذي يوالي الغرب ولاء مطلقا، والذي يكن العداء للئيمة للإسلام والمسلمين، والذي يعتبر لباس العفة طائفية ويعد صوت الله أكبر ملوثا للبيئة، قاتله الله أن يفكون، وهو يدل في نفس الوقت على أن خيارات الغرب محدودة جدا، وأنه يلعب ورقته الأخيرة فلا تمكنوه من النجاح يرحمكم الله، وإنما يروجون له مما آلت إليه العراق هو مغالطة لا تخفى عليكم، فتونس شعب مسلم يتبع المذهب المالكي خاليا من الطوائف، وعقلية الشعب التونسي خالية من التعصب الديني والمذهبي، وإن هذه الانتفاضة ذاتية بامتياز وقد تجاوزت الجميع، وهي غير مرتبطة بالأحزاب العميلة التي عادة ما يستخدمها الغرب لإحداث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، كما حصل بين عملاء العراق الذين دخلوا بغداد على رأس الدبابات الأمريكية، وإن الشعب التونسي يتميز بوعي يحول دون انزلاق البلاد لهذه الأتون، وبخاصة إذا قطع دابر هؤلاء العملاء، كما أن زعمهم مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي ذلك، ومخادعة مكشوفة لا يراد بها إلا مصلحة الغربيين الذين استنزفوا ثروات البلاد. فمحمد الغنوشي الوزير الأول ووزير الاقتصاد السابق الذي أسندت إليه كل الإخفاقات الاقتصادية، وبخاصة اتباعه لسياسة العولمة والخصخصة التي فوتت القطاع العام للخواص، وبخاصة الشركات الأجنبية التي استنزفت ثروات البلاد وخيراتها بأبخس الأثمان، تلك السياسة التي جعلت اقتصاد البلاد رهينة بيد المستعمرين. أيها الضباط، يا أحفاد من حاربوا الفرنسيين وأخرجوهم من بلادنا أذلاء صاغرين، يا أحفاد علماء الزيتونة والقيروان، يا أحفاد أسد ابن الفرات، يا أحفاد من انطلقوا لرفع راية التوحيد، يا أحفاد من رفعوا اللواء وسقوه بأشلائهم
وطيب الدماء، إننا ندعوكم بمنتهى الصدق والإخلاص أن تقفوا مع أهلنا في تونس الخضراء، وأن تفوتوا على الغرب وعملائه الإجهاض على هذه الانتفاضة المباركة. أيها الضباط، إنكم على مفترق طرق، إما أن ترضخوا لخيرات الغرب وتكونوا شاهدي زور على هذه الحكومة العميلة التي أوكل إليها المحافظة على النفوذ الغربي في بلادنا، وهو ما لا ترضونه ولا نرضاه لكم، وإما أن تقفوا إلى جانب الشعب الذي احتضنكم ولا يثق إلا بكم، فتسقطوا هذه الحكومة وتجعلوا الأمر بيد الناس يختارون من يحكمهم. وإنا نحذركم من وزير الداخلية أحمد الفيعة الذي يشتم من تصريحه الأخير الغدر بالمؤسسة العسكرية، فقد أغاظه انتفاخ الشعب الجيش دون الأجهزة الأمنية سيئة الصيت عند التونسيين، أداة بن علي في القمع والإرهاب. كما نحذركم من الحزب الحاكم الذي يعتبر امتدادا للنفوذ الفرنسي في تونس، فإنه لن يدخر جهدا في التآمر عليكم عندما تستتب لهم الأمور. فسيدتهم فرنسا قد تفاجأت بتحرككم في إزاحة بن علي، وهي قلقة من دخولكم على الخط. أيها الضباط في الجيش التونسي، إنه لا يخفى عليكم أن التغيير الحقيقي لا يكون على أساس الحضارة الغربية المقيتة التي ظهر فسادها في البر والبحر، ولا في النظام الرأسمالي الذي يعتبر سبب الخراب في تونس وفي العالم بأسره، ولا في نظام الحكم العلماني الذي حارب عقيدة الأمة بالحديد والنار وأذل شعبها وجعل الحكم فيها وراثيا ينتقل عبر النطف القذرة للمحافظة على مصالح الغرب الذي لم ولن يسمح بانتقال الحر في هرم السلطة، لعلمه ويقينه أنه سيوصي من سيقتلع مصالحه وحضارته من ربوع تونس الخضراء. فأهل تونس لن يقبلوا بحضارة الإيدز، وإن التغيير الحقيقي لا يكون إلا على أساس عقيدة الأمة وتراثها التشريعي، وإن الواعين المخلصين من أهل تونس عندهم دستور كامل ومفصل في الحكم والاقتصادي والاجتماعي والتعليم والسياسة الخارجية، يقوم على عقيدة الأمة وجاهز لإقامة للخروج من هذا الوضع المتردي. وإذا أردتم التفصيل فطريقه معلوم لديكم. أيها الضباط، إننا ندرك أنكم قمتم ولزلتم بأمر مهم عظيم كان له سابقة خير في بلاد المسلمين، حيث رفضتم أن تخضعوا للأوامر الطاغية أوغل في إراقة دماء المسلمين، وعزمتم على خلعه عندما تبين لكم أنه سيزيد إغانا في دماء المسلمين. إن بالرغم من كل ذلك ندعوكم لأمر أهم وأعظم، بأمر يتوقف عليه مصير هذا الدين، يتوقف عليه مصير المسلمين، يتوقف عليه توحيد بلاد المسلمين، يتوقف عليه كنس الوجود الأجنبية من بلاد المسلمين. إننا ندعوكم لعز الدنيا والآخرة، ندعوكم لتحقيق وعد الله بالنصر والتمكين، ندعوكم لتحقيق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فقال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، رواه الإمام أحمد. ندعوكم أن تكونوا سباقين لهذا الخير العظيم، فالخلافة فضل ربنا سبحانه وتعالى، وهي في نفس الوقت خلاص أمتنا من رقبة الاستعمار والعملاء والمتسلطين. أيها الضباط، لقد همس الحزب الحاكم دور الجيش منذ زمن بورقيبة، ونحن نريد لكم دورا عظيما سوف تحتفظ به أذهان المؤرخين. نريدكم أن تكونوا نواة جيش دولة الخلافة التي بشر بقيامها النبي الكريم، فكونوا سباقين لذلك يرحمكم الله. وإن عدة الجيش التونسي وعدده قادرة على تحقيق هذا المشروع، لأنه مشروع مسنود من رب العالمين، ولا يحتاج إلا إلى إرادة قوية وموقف شجاع من صاحب نخوة كالجنرال رشيد عمار، الذي خير الاستقالة والإقامة الجبرية على الاستجابة للطاغية بن علي في إراقة دماء المسلمين، والذي اتخذ ورفاقه الضباط موقفا شجاعا في إزالة بن علي وزبانيته. وإن الظهور
وإن الظروف الداخلية والإقليمية والدولية مواتية لذلك. فأهل تونس يثقون بالجيش وسيشكلون جيش احتياط يقدر بالملايين للتصدي لكل من تسول له نفسه المخاف بأمن البلاد. فحماية البلاد لا تحتاج إلى أسلحة متطورة، وإنما تحتاج لروح قتالية وهي متوفرة إلى أبعد الحدود. وإن الشجاعة التي أبداها الشباب تحت الرصاص وهتافاتهم بكلمة لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله لتدل على الدافع الروحي القوي المتوفر في النفوس للتضحية. والأهم من ذلك أن هذه الانتفاضة قد أوجدت تأييدا عريضا من الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، مما يجعل التحرك الإقليمي ضدها مستبعدا إن لم يكن مستحيلا لخوف حكام المنطقة من الانقلاب عليهم. بل إن هذه الانتفاضة جعلتهم يتراجعون عن زيادات في الأسعار كانوا سيقدمون عليها، كما أن الغرب بشقيه الأمريكي والأوروبي تتنازعه الأزمات الاقتصادية الخانقة ويجاهد من أجل خلاص من الخلاص من هذه الورطة ومن ورطة العراق وأفغانستان، فضلا عن عدم وجود المبررات لأي عمل عسكري طالما كانت تغيير إرادة شعبية. أيها الضباط في الجيش التونسي، إن الدعوة للخلافة ليست وليدة اليوم، بل يعمل لها الواعون منذ عشرات السنين، وأمطارها يعدون بمئات الملايين، وقد آن أوانها، وإن الزمان زمانها، تكون سباقين لهذا الخير العميم. وإذا كان ثلة من الضباط في مؤسستكم العسكرية قد استجابوا في سنة 1983 لدعوة حزب التحرير بإقامة الخلافة الإسلامية، بالرغم من أنه لم يكن لها آنذاك رأي عام في تونس، فما بالكم بها اليوم وقد أصبحت مطلبا جماهيريا تؤيده الأمة من المحيط إلى المحيط. أيها الضباط في الجيش التونسي، يا أصحاب النخوة والمروءة والشجاعة، إن ندعوكم إلى ما سيرفع ذكركم ويعلي شأنكم، ندعوكم إلى خلافة رشيدة على منهاج النبوة يرضى عنها ساكن السماء والأرض. ندعوكم إلى بيعة الأنصار الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ندعوكم إلى أن تكونوا من أنصار هذا الزمان، من أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم. فوالله إن المسلمين اليوم في تونس لا أشد ما يكونون حاجة لأبنائهم من أنصار هذا الزمان. يحتاجون إلى أنصار كأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتاجون لمن يزيح هذه الحكومة العميلة ويجعل الحكم بيد أهله ليختاروا من يحكمهم على أساس عقيدة الأمة، ليكون على الناس خيارهم. يحتاجون إلى الذين لا يخافون في الله لومة لائم، يحتاجون لمن يعيد لنا سيرة الأنصار فيبايعوا بيعة الرضوان. ولينصرن الله من ينصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.